سلام، كيفكن؟ اليوم بدي احكي لكم عن تجربتي مع موقع فارفاتش. فارفاتش هو موقع اونلاين لتشتروا اشياء، تياب، احذية، جزادين، اكسسوارز، ميك اب، عوينتات، قشطات، كلهم يكونوا ماركات هاي اند، مثل مثلا فندي، مثل برادا، مثل جوتشي، مثل ستيلا ماكارتني، يعني هالماركات اللي هي يعني ديزاينر، مش ماركات عادية. هلا فارفتش هو منه موقع لماركة معينة، هو موقع صلة وصل بين اللي بده يشتري وبين اللي بده يبيع، بس اللي بده يبيع هو عم يبيع شي جديد مش شي مستعمل او سكند هاند. انا بعد 32 سنة، 10 سنين منهم عم بشتغل، اخذت قرار انه اشتري جزدان يكون ديزاينر، ونقيته من ماركة جوتشي، ونقيته بعد ما كتير عملت ريسيرش، قريت، فتشت على الانترنت، حضرت يوتيوب فيديوز، واكيد اطلعت شو البادجت تاعيتي، لانه الجزادين الديزاينر، الجزادين الماركات يعني بتبلش من ال $500 وبتوصل لل مدري كم الف دولار. الجزدان اللي لقيته هو جوتشي سوهو ديسكو، هو جزدان كروس بادي، طلبته من موقع فارفاتش لسبب ما كتير عرفت ليش. اشتريته بأقل من سعره من السوق بلبنان، وأقل من سعره بالسوق بالسعودية، وأقل من سعره على موقع جوتشي الرسمي. هذا الشي خلاني شك إنه ممكن يكون منه أصلي. هلأ ما كتير اشتريته أرخص، اشتريته تقريبا أرخص بمية دولار. بعدين صرت أعمل كمان، عملت ريسيرش، عملت بحث على جوجل وعلى الإنترنت، بدي أعرف ليش اشتريته بأرخص. عم طلع انه كل ماركة حسب من اي بلد بتشتريها ممكن تلاقيها بسعر ارخص من سعرها. ارخص محل تشتري جوتشي هو من بريطانيا، وانا موقع فارفتش بعت لي الجزدان من بريطانيا من محل اسمه براونز، مشان هيك اشتريته باقل من سعره بالسوق، اقل من سعره بلبنان ب $250، اقل من سعره بالسعودية ب $200، وأقل من سعره بموقع جوتشي الرسمي بمية دولار، جبته أنا ب $820. هذا هو الجزدان، اسمه سوهو ديسكو، بيجي كروس بادي، جبته باللون الأسود. هو في منه بيج أو بيج على بينك، وفي منه ألوان فانكي مثل أبيض، في منه شو كمان كان في منه أحمر، بس انه الاسود اكتر شيء كلاسيك، اكتر شيء بيمشي مع كل شيء. يعني الحديد المعدن اللي عليه هو باللون الذهبي. هلا موقع فارفاتش بيعطي كل التفاصيل، سو بس انتم تفوتوا على الموقع فيكم تشوفوا كل التفاصيل عن الشيء اللي بدكم تشتروه، بس ما بيقلكم من وين عم بيجيبه. فانا لحديت ما حطيت الطلب وطلبته لحديت ما عرفت من وين هن طالبين لي. طريقة الدفع بالكريدت كارد، وطلبته أنا على السعودية، وصل لعند العنوان بالسعودية خلال 3 أيام بالأرامكس، كان توصيل سريع، تراكينج كان كتير هين، وبس نحط الأوردر بيقولوا لي، يعني بس حط الأوردر بس أدفع على الكريدت كارد دغري بيقولوا لي هن من أي محل حينشحن، وقالوا لي إنه حينشحن محل براونز ببريطانيا. ومن ورا هذا المعلومات انا كمان عملت ريسيرش من هو براونز، اصلا ما يكون عم يبيعني شيء تقليد او شيء مستعمل، فعطلت هم هذا الشيء. هلا اكيد هو بيجي بشنطه الجوتشي المزبوطه، وبيجي ب دست باج او الكيس اللي بيحفظ الجزدان. هلا هو الجزدان بيجي هيك، حجمه تقريبا قد الايد، له ماسكه فيها شرابات، بيجي سحاب، بقلبه من جوا جيبة صغيرة فيها تساع، ما بتساع التليفون، بتساع مفاتيح،
وفيها وسعة كبيرة وفيها كمان جزان أصغر هون، سو ممكن تحطوا مثلا مفتاح السيارة بمحل مفاتيح البيت. من برا ما له شي، من ورا ما في أي شي، من قدام له حرف جي اللي بقلب بعض. هلا هيدا الموديل حسب ما فهمت انه حيبطلوا يعملوه، ف حيصيروا يعملوا هلا الجوتشي مارمونت اللي هي غير موديل، بس انا حبيت هيدي بعد ما قريت عنها ريفيوز كتير. بيجي لها المسكة، بتجي فيكم تلبسوها بالكتف او فيكم تلبسوها كروس بودي حسب قديش بتقصروا الفتحات. بيجي بقلبها خمس فتحات. اذا بتقصروها بتصير على الكتف، اذا بتطولوها بتصير كروس بودي. بتساع علبة لوينات مع لوينات، بتساع جزدان، بتساع المفاتيح، بتساع التليفون، وبس. وهذا عرضه. الجلد بتاع بيجي مثل textured، يعني بقلبه مثل هيك مبقع، منه جلد ناعم. بيقولوا انه هذا الجلد احسن يعني ما بينخدش بسرعة، وانا جبته باللون الاسود لانه بيقولوا انه اللون الفواتح مثل الاحمر او البيج اذا لبستوه على الجينز بيحف وبينتقل اللون عليه، فانا جايبته باللون الاسود اللي هو لون محايد بيلبق مع كل شيء، مع كل الالوان. والشرابة بتاعته مهضومة تجي من الجهتين جلد، حبيتها. هلا حفرجيكم شو بيساع بقلبه. هذا هو الجزدان، اوكي، بيساع بقلبه محفظة تاعيتي، بس ما بتتفوت هيك، بفوتها اوبليك لحتى تساع. بيساع بقلبه علبة العوينات، مفتاح السيارة، مفتاح البيت، وبصراحة بضل في وسعة. شايفين قد ايه في وسعة؟ اوكي، بيتسكر وشكله بضل مرتب حلو وخفيف الجزن، هذا اهم شيء، وسحابه هين ما بيعلق. وبعد ما وصلوا لي فارفتش بيبعتوا لي تقريبا بعد جمعه، بعتوا لي ايميل سالوني عن تقييمي لعمليه الشراء، وقلت لهم انا كثير انبسطت، وصل على السريع، وصل مرتب باكجد، وصل بيوصل مع فاتورة. على فكرة بيوصل مع فاتورة من براونز، وبيوصل مع وصل للترجيع إذا ما عجبتكم القطع. وهذا كل شيء في فيديو اليوم، بتمنى يكون فيديو عجبكم واستفدتوا منه. هحط لكم لينك لفارفتش تحت، ولينك لهذا الجزدان سبيسيفيكلي، هذا اسمه جوتشي سوهو ديسكو. وإذا حبيتوا الفيديو اعملوا له لايك، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتتابعوني على كل السوشيال ميديا تاعتي، ححطهم كلهم تحت، وبشوفكم في الفيديو الجاي. باي.